شنو هذا اللي حاطتها يمج؟ ليش مو قاعدة تستخدمين الماي اللي موجود بالحمام؟ يما هذا ما بيحط فيه ماي، أنا جبته يمي عشان بتسبح ببيبسي. شنو قلتي؟ تتسبحين ببيبسي؟ شنو يعني؟ شويش انت صاير بعقلك يا سناء؟ يما أنا وحدة من رفيجاتي قالت لي البيبسي أنا أتسبح فيه ويصير شعري وايد طويل وحلو، فأنا قلت خل أجرب أسوي نفسها عشان أخلي شعري طويل وحلو نفسها. يقول طلعي من الحمام وخلي عنك هالسخافات هذه، مو أي شيء يقولونه لك رفيجاتك تصدقينه يا سناء. أنا ألف مرة قالت لك يا سناء ما يصير تصدقين أي شيء الناس يقولونه لك، وبعدين أنا أصلاً لو سالم مو قايل لي إنك ماخذة هذا الحمام كان أنا ما دريت عنك ولا أدري إيش قاعدة تسوين هني، وبعد فوق هذا كله قاعدة تتسبحين بملابسك. خلاص يما خلاص، أنا الحين راح أطلع. واي شنو هذا؟ هما بس اثنين مطلعين عيوني بالبيت، أنا مو قادرة حتى أخلص شغلي من عندهم، كل شوي واحد طالع لي بسالفة. وبعد منو اللي جاينا هالحزة من صباح الله خير؟ أبو سالم لو سمحت ممكن تروح تشوف من جاينا؟ إن شاء الله يا أبو سالم، أنا الحين أقوم أبطل الباب. السلام عليكم أبو سالم، أم سالم موجودة؟ أبي أحاجيها ضروري. وعليكم السلام، إيه أم سالم موجودة، أنا الحين أناديها لك. منو اللي جاينا يا أبو سالم؟ هذه يارتك أم أحمد وتقول إنها تبي تحاجيك ضروري. هلا والله، هلا أم أحمد، حياك حبيبتي حياك، تفضل البيت. أم سالم حبيبتي إذا ما عليك أمر، أنا محتاجة أخلي نور عندك ساعة تقريبا وأي أخذها، عندي شغل ضروري. إي أفا عليك إن شاء الله، أكيد راح أخليها عندي، ما طلبتي شيء. واي إن شاء الله بس نور تكون هادية وتسمع الكلام، مو نفس عيالي وتزعجني. نور نور تعالي، أنت وين صاعدة فوق الطاولة يا نور؟ واي نور نور، لا طيحين التلفزيون يا الله. يا أبو سالم تعال ساعدني، يا أبو سالم شوف نور شنو سوت بالبيت. شوفيها يا أم سالم لا تتعور من فوق الطاولة، تعالي ساعديها. أنا الصراحة ما راح أقدر أتحمل أكثر من كذي، وأنا أتوقع ما حد راح يساعدني غير سناء وسالم. سناء وسالم تعالوا بسرعة يما، أنا تحت ناظرتكم بالصالة. نعم يما، قاعدة تناديني أنا وسالم؟ ها يما شنو بغيتي مني؟ تعالوا أخذوا نور مني ساعدوني، أنا ما راح أقدر أتحمل، قاعدة تخرب البيت شوي شوي وتكسره. نور بني يما؟ نور بنت يرانا، بنت أم أحمد، أخوها أحمد رفيق سالم. إيه يما عرفتها، بس هي ليش جايتنا اليوم؟ أمها اليوم مشغولة وقالت عندها شغل وايد وضروري بعد. الله يخليكم يا سناء وسالم، أي ألعاب عندكم بالبيت تعالوا يبوها وعطوها حق نور، أنا الصراحة واقدر لها. أفا عليك يما، خلاص نور عندنا أنا وسالم، لا تحاتينها. بسم الله، هذه الشبهة عندنا أصلا. يلا نور تعالي نلعب أنا وياك بهذه اللعبة الحلوة، أنا يبتلك أحلى لعبة من ألعابي، بس دي بارجة تكسرينها. نور ليش قاعدة تطيحين اللعبة؟ لعبي فيها شوي شوي. نور حبيبتي شنو فيك؟ يا الله ايش فيها هذه؟ واي طيحت اللعبة مالتي وهي طاحت بعد. نور ليش كسرتي اللعبة مالتي؟ أنا موصيتك ما تكسرينها، هذه أحلى لعبة عندي. نور ايش فيك ما تردين؟ أمبيت حر يما، أنا ما راح أقدر أتحمل نور، ما راح ألعب معاها، هي وايد تنرفز. ها سناء صاير حبيبتي شنو فيه؟ يما أنا ما أبي ألعب مع نور، نور حدها تنرفز وايد تخذني وكسرت ألعابي بعد. ما عليه حبيبتي تحملي شوي، هي صغيرة. لا يما ما أبي، أنا ما أبي ألعب معاها. واي أنا ايش راح أسوي الحين؟ وشغل البيت عندي ايش كثر، من وين راح أبلش ومتى أخلص ومن راح يجاب النور؟ أوف إيه أنا مالي إلا سالم، صدق إن قلت له قبل شوي بس ما عليه، أرد أقوله ثاني مرة. هلا يما شنو تبين؟ عافية يا سالم، تعال ساعدني مع نور، سناء أختك مو راضية تسوي أي شيء. واي شنو فيك يا نور يا حبيبتي؟ خليني أتحكي نفس الناس. يما شوف ايه شنو مسوي بالبيت، انا ايش راح اسوي فيها يعني؟ هي تغث وايد ما حد راح يقدر عليها اصلا. انزين
زين سالم، أي شيء بعد تشوفه يعجب نور روح يبه لها، يمكن تسكت. يما شوف هي شلون لعبت بالبيت لعب، أنا حتى القرد جبت لها وهي مو راضي تلعب فيه. أنا خل أنخش وايد أحسن، لأن صراحة نور وايد صعبة وما حد يقدر عليها. يما جرس البيت قاعد يطق، إن شاء الله تكون أمها يا رب. السلام عليكم سالم، شلونكم؟ أنا جاية أخذ نور، خلصت مشواري بسرعة، إن شاء الله عاد ما زوجتكم كانت هادية. وعليكم السلام، تفضلي حبيبتي تفضلي. إي نور موجودة كاهي، الحين أجيبها لك. لا اسم الله عليها، البنت وايد هادية ما سوت ولا شيء. صدق؟ الحمد لله عيل، دامنها مو زوجتكم عيل، أنا كل ما راح يصير عندي شغل أجيبها لكم، منها تستانسوا معاها ومنها هي بعد تستانس. الحمد لله ان امها يدخلتها، انا زي ما صار فيني شيء منها ولعبت بالبيت لعب، وتقول بعد بنتي هادية، وانا على بالي عيالي مزعجين طلعوا اهون منها بوايد. وبشذي حلقة اليوم خلصت، نشوفكم ان شاء الله بحلقة ثانية. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك، واهم شيء بعد الاشتراك بالقناة. مع السلامة، معاكم عائلة سعيد وسعيدة.